كيستغلوا عدم التجربه ديالك كمشارك وكيديروا معك واحد الكونطرا، لان لو عندك هاد التجربه اللي كتوصل لها من بعد الاكسبيريون يعني بعد كدوز واحد المده كتاخد واحد التجربه، اكيد ما غتنديش هذيك الكونطرا ولا غدير ام عام عامين، وما كيديروا لك واحد العدد كبير ديال السنوات باش يشدوك، يعني كيعيشوك في واحد الاجواء ديال ليكليراج والاضاءه وهذا، ولكن الساعه باغي تبان باغي حيت غير فكره. انا اصلا غير فكره ديال الموضوع كنت كونطرا انني نكون مع شي شركه، ولكن فاش كتكون انت خرجتي من برنامج اصلا، حتى البرامج ديال دابا كيديروا الكونطرا 10 سنين و $5 مليون شنو دار معاكم بانهم اللي كتبغي مثلا تشارك قبل ما كتوصل للمراحل اللي كتمضي، يعني كياخذوا الوقت المناسب، راه انا قبل من نصف النهايه ولا ربع النهايه كيتمضي معاهم، الا ما بغيتيش كتخرج من البرنامج يعني هما كيختاروا التوقيت المناسب، انت مجبور انك تمضي، ما عندك ما تدير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.